أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل مات ولم يحج وله أولاد، فأراد أحد أولاده أن يحج عنه وهو أصغر أولاده، فهل يجب عليه أن يستأذن إخوانه الذي هم أكبر منه؟ من مات ولم يحج وهو مستطيع، مات وهو مستطيع ولم يحج وله مال، يؤخذ من تركته، من تركة الميت، ويحجج به عنه، لأن هذا دين في ذمته، فيحجج عنه من ماله، من تركته، من رأس المال. أما إذا لم يكن له مال، استطاع الحج ولكنه لم يحج ومات وهو فقير، فهذا تقرر الحج في ذمته، فيحج عنه أحد أبنائه، وله لازم يستأذن الآخرين. هو لازم يستأذن الآخرين. نعم.